السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بغداد هي الحاضنة لمؤتمر الاتحاد البرلماني واللي يرمي إلى تعزيز التواصل بين العرب. هذا المؤتمر اللي غاب لثلاثة عقود عن ساحة التواصل والتجمع العربي اليوم يعقد في بغداد السلام ليبعث رسائل أن العراق بلد آمن و عبر أشواط مواجهة الإرهاب وخطر الإرهاب. المؤتمر تطرق لعدة مسائل عربية مهمة في إطار التعاون العربي المشترك وللمساهمة بإنقاذ المنطقة من الإرادات الخارجية اللي تحول دون التقدم للبلد، خصوصا في العراق لما له أهمية كبيرة بين العرب، كونه قبلة الالتقاء لهذا المؤتمر الذي يرى المراقبون أنه عزز من مكانة البلد بين الأشقاء العرب. في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن الجدل الاجتماعي في الأفكار المتبادلة، والتي أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قرارها بمنع بث مسلسل معاوية وفيلم أبو لؤلؤ. خلونا نتابع هذين الملفين المهمين وتتفضلون بقاء ويانا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. مؤتمر رؤساء السلطات التشريعية العرب اللي انعقد في بغداد يسعى إلى معاضدتها وتعزيز دور العراق المحوري، فضلا عن مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية مثل القضية الفلسطينية وقضية سوريا. خلونا نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي يعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد. بغداد قطب رحى تجمع السلطات التشريعية العربية. انطلق من أرضها مؤتمر اتحاد البرلمانات 34 بين الأشقاء العرب، أهمية كبيرة يتضمنها المؤتمر المقام وسط العاصمة بغداد، حيث جرى التأكيد على دعم العراق وضرورة توفير كل ما يحفظ استقراره وسيادته وإبعاده عن العنف والتطرف والإرهاب لتنعم البلاد بأمن وأمان واستقلال. بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، يساهم انعقاد المؤتمر في بغداد بتعزيز دور العراق عربيا وإقليميا وإبراز مكانته الريادية بالوقت الذي تنعكس أهمية تنامي العلاقات الخارجية في المرحلة الحالية على الصعيد الداخلي السياسي للبلد. فالوهج العربي يتمحور حول دعم العراق في تحدياته للنهوض بواقعه. بغداد الداعمة لكل الدول العربية بأغلب أزماتها، اليوم يقف العرب لمساندتها معاضدين إياها لمواجهة المعرقلات الداخلية والخارجية التي تقف أمام تقدم العراق باستقلاله وأمنه، وكذلك تحسين الواقع الخدمي بل وعلى كافة الصعد الاقتصادية منها والسياسية وإعمارها. وانعكاس أهمية انعقاد المؤتمر في بغداد تبرز جلية عند تناول قضايا الشعوب العربية المهمة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بك دكتور. نلاحظ بأن بغداد عادة ما تستعيد ألقها بين الحين والآخر، ونتحدث اليوم عن هذا المؤتمر، مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية اللي احتضنتها بغداد. ما هي المؤشرات التي من الممكن أن نستقي منها النجاحات المؤمل أن تتحقق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أستاذ أحمد. حياك. ومن خلالك لمشاهدي قناة الأيام الكرام. يعني تأكيد ويعني تواصلا مع ما جاء في التقرير اللي شفناه واستمعنا إلى قبل قليل، هذا يعني المؤتمر يأتي تواصلا مع النجاحات اللي حققتها الدبلوماسية العراقية في مسألة استعادة الدور العراقي، واللي قبلها سبقتها يعني الحدث الأهم اللي هو خليجي 25، واللي كان حقيقة نقطة بارزة وعلامة فارقة باتجاه عملية إرسال رسائل حقيقية تتقاطع وتختلف مع تلك الرسائل التي كانت مضللة وما كانت تعطي الصورة الحقيقية أو ترسم الصورة الحقيقية للوضع بالعراق، سواء كان الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، الوضع السياسي وما إلى ذلك.
فبالتالي اليوم حقيقة الوضع المخرجات اللي أفرزها الواقع العراقي سواء من جانب التوافق الوطني بحدود المعقولة واللي يعني تبلور بشكل اتفاق سياسي في عملية انبثاق الحكومة والهيئات الدستورية الأخرى، فضلا عن الاستقرار الأمني اللي ينم عن سيطرة القوات الأمنية على الوضع الأمني على الرغم من محاولات الجماعات الإرهابية في تعكير صفو هذا الأمن، وكذلك الوضع الاقتصادي اللي هو حقيقة الجانب ربما الأكثر بروزا في هذا المجال، لأن يعني العراق بلد واعد اقتصاديا يمتلك من المقومات التي تجعل من كل دول العالم تتسابق من أجل الحصول على يعني فرصة عمل استثمار، يعني شركات حتى شركات متعددة الجنسية في هذا المجال. كل هذه المعطيات أنا أعتقد توجت من خلال موضوع قدوم الهيئات التشريعية في الدول العربية اللي هي ممثلي الشعوب العربية في من خلال برلماناتها إلى العراق. يعني مع ذلك أنا أقول بأن هذه يعني قيمة هذا المؤتمر ما تتعدى الجانب الدعائي اللي يعني يسوق للعراق هذه المعطيات الإيجابية، أما أن يكون هذا المؤتمر ذا تأثير كبير على وحدات صنع القرار في هذه الدول، أنا أعتقد هذه ربما تكون فيها نقاش آخر. نعم طيب، يعني احنا وإن كانت توصف حضرتك بالجانب الدعائي، ولكن خلي نجمل المصطلح، نعتبره أنه علاقات عامة، هل يمكن أن يسهم هذا اللقاء البرلماني في وضع خارطة الطريق للعلاقات العربية خارج الإطار البروتوكولي على أقل تقدير، خاصة وأنه إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أولى ثمار هذا المؤتمر هي زيارة عربية لسوريا، وتعرف حضرتك كم مرة تعقد قمم عربية وتقاطع فيها سوريا؟ نعم، ربما من هذا الجانب أنا أعتقد هو الجهد ربما العراق يعني كان إلى تأثير أو من خلال هذه المعطيات اللي ذكرناها قبل قليل هي. لكن أنا لماذا أقول هذا؟ أنا أقول لأنه حقيقة يعني حتى ما نكون ما نعكر صف الحدث اللي نتحدث عنه اليوم واللي معطيات التعامل أو إعادة اللحمة العربية، إعادة العلاقات العربية إلى يعني إلى مستواها الإيجابي بدل من التقاطعات. لكن أنا أتساءل أين كانت هذه الدول عندما كان العراق يواجه يعني حالات الظلم الكبير المتعلقة بالاستهداف عمليته السياسية، استهداف أرواح أبنائه وما إلى ذلك. ما هذه الدول كلها اشتركت في المشروع الأكبر اللي كان يستهدف العراق. فبالتالي أنا أعتقد لكي حتى نحط أو نضع يعني نقطة يعني للنقاش، أنه اليوم العراق هي مو من هذه الدول وأنه جاءوا لكي يدعموا العراق. أنا أعتقد العراق فرض استحقاقه على المحيطين الأقليمي والدولي. طيب. لأنه كثير من الدول اللي وزنها الاقتصادي والسياسي والتأثيري في المستوى الدولي اليوم تتسابق من أجل العراق، وكنا هنالك دول استهدفتها زيارات السيد رئيس الوزراء ألمانيا، فرنسا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدت وكأنها تفتح يعني صفحات جديدة باتجاه توثيق العلاقات، محاولة للتعامل الإيجابي مع العراق. هذه أنا أعتقد هي المتغير الأهم اليوم، الوضع في العراق ويختلف عن وضع ما قبل هذا التوقيت بالذات. نعم بالتأكيد أكو مشاكل بين هذه الدول، ولكن في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة اللي مرت أنه يبدو العراق أنه يدخل على خط حل هذه الأزمات. إذا أردنا نشخص عن طريق رصد حضرتك دكتور علي الجبوري، نعم، أبرز المشاكل والتحديات اللي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي، وشنو أبرز الأدوار اللي من الممكن أن يلعبها العراق كوسيط لحل هذه الإشكالات؟ يعني اليوم الحدث الأبرز اللي هو تقريبا يعني ركن الرحى أو يعني في الصراع في المنطقة هو موضوع العلاقة مع الجمهورية الإسلامية. وبالتالي أنا أعتقد الدور العراقي الآن المهم واللي قطع أشواط مهمة في عملية تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية كان يعني يشار إليه ويتمت الإشادة به من كل الأطراف يعني الإقليمية وحتى الدولية في هذا المجال. وبالتالي أنا أعتقد الآن محاولة عملية تخفيف أو وطأة الاستقطاب الكبير بين إيران من جهة والدول العربية وتحديدا الخليجية
منها في هذا المجال وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد هي هذه الخطوة الأهم. ثم هنالك الملفات الأخرى اللي بالإمكان أن يدخل بها العراق وسيدخل العراق فيها، منها مثلا الملف النووي الإيراني، هنالك الأزمة السورية، حتى موضوعات الأزمة اليمنية واستمرار الآن حالة اللا حرب واللا سلم واستمرار حالة الهدنة الآن الموجودة. هذه كلها ملفات مرشحة لأن تفكك، لأنه عملية يعني جني ثمارها أو يعني استقاء نتائجها لم تعد يعني ممكنة أكثر مما حصل. يعني للأزمة اليمنية بالإمكان أن تكون لها نتائج أخرى غير التي أفرزتها الأزمة اليمنية، أو الحقيقة لكي نسميها بشكل صحيح العدوان السعودي على الشعب اليمني. ولا الأزمة السورية الآن بالإمكان أن تفتح يعني آفاق أخرى غير الآن الوضع الموجود. هنالك سيطرة للنظام السياسي في سوريا على كل المناطق السورية، وهنالك بعض يعني التقاطعات في بعض الأماكن التي بالإمكان أن تكون فيها كلام آخر في مراحل متقدمة. وبالتالي أنا أعتقد هذه الأمور كلها أو هذه الملفات العراق كلها حاضر بها. ليش؟ لأنه العراق اختط لنفسه سياسة عقلانية وهادئة، لم يحسب على أي طرف وعلى أي محور من المحاور، وهذه أعطت أريحية وحالة من الموثوقية والقبول من قبل الأطراف، كل الأطراف في هذا المجال. نعم. طيب لو تحدثنا دكتور عن أن هذا المؤتمر هو مؤتمر برلمانات، بالتالي لو أخذنا عملية سياسية في العراق رغم كل السلبيات اللي رافقتها ولكنها تجربة ديمقراطية. نعم. دول الجوار وإن كانت لديها برلمانات، ولكن أريد أعرف رأي حضرتك حتى لا نتبنى الرأي، هل أن برلماناتها ضمن هذه التجربة الديمقراطية، ضمن هذا الإطار الديمقراطي؟ وبالنتيجة إذا كانت هناك اتفاقات ستكون ملزمة لمن؟ وأستاذ أحمد وكأنك في قلبي مثل ما يقولون. اسلم قلبي. يعني أنا أعرج على هذه الفكرة وأسترسل. حقيقة اليوم عندما نتحدث عن البرلمانات العربية، هو يفترض يعني من ناحية النظرية العلمية نتحدث عن الإرادة العامة للدول العربية. ليش؟ لأن البرلمانات بمفهومها السياسي هي عملية تمثيل الإرادة العامة من خلال صناديق الاقتراع ومن خلال مجلس منتخب يسمى مجلس النيابي، مجلس الشورى، مجلس النواب، مجلس الشعب، أي تسمية، المهم هو يمثل الإرادة العامة. اليوم من بين هذه الدول العربية الموجودة كم برلمان هو يمثل تمثيل حقيقي للإرادة العامة في هذه البلدان؟ يعني كثير من هذه البلدان هي العربية لا زالت هي أنظمة سياسية قائمة على الآليات الدكتاتورية والآليات العفو الشمولية، أنظمة شمولية لا تعترف بعملية التداول السلمي للسلطة ولا تعترف بأحزاب المعارضة، وبالتالي ليست لديها آليات ديمقراطية تفرز يعني إفراز حقيقي للإرادة العامة وتمثل الشعب داخل البرلمان. هي أما يعني مجالس تشريعية معينة 50% و50% أو حتى المنتخبة منها طريقة الانتخابات غير قياسية أو غير متطابقة مع المعايير الديمقراطية في هذا المجال. طيب. وبالتالي كبرلمانات العراق اللي كانت في عهد النظام الدكتاتوري. طيب. بهكذا برلمانات وأكو قضايا دكتور علي يجب أن تنظر نظرة موحدة إزاء هذه القضايا كقضية فلسطين، قضية سوريا، بالتالي شو راح تكون النظرة إزاء هذه القضايا من وجهة نظرك؟ يعني هذه الدول قرارها السياسي محسوم. نعم. يعني ما نتوقع أن يكون هنالك تأثير لهذه البرلمانات على خياراتها السياسية. ولذلك أنا قلت من هذه النقطة، يعني على عكس مثلا العراق على سبيل المثال، يعني بالرغم من الملاحظات وما إلى ذلك، الآن يعني مهما قيل على التجربة الديمقراطية في العراق وجوانبها السلبية، يعني نسب المشاركة، لكن تبقى بالمعايير القياسية هي في نهاية المطاف هي تعبير عن الإرادة العامة، لأنه في نهاية المطاف حتى النسبة المتدنية من المشاركة هو رأي سياسي في هذا المجال. لم يكن هنالك عملية منع لوصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، ولم يكن هنالك إجبار، إنما هي عملية طوعية اختيارية من قبل الإرادة العامة في هذا المجال. فبالتالي قوة تأثيرها ويعني وزنها السياسي مؤثر ومهم في هذا المجال، وهو يمثل
هذه الإرادة العامة بشكل صحيح، في حين انه ما ممكن ان نجد هذا التوصيف بالنسبة للبرلمانات الأخرى اللي هي برلمانات أغلب ما تكون بالوصف هي برلمانات شكلية، وبالتالي القرار السياسي هي بيد السلطة التنفيذية اللي هي تحتكر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأحيانا حتى السلطة القضائية، لأنها بطبيعتها هي أنظمة ليست بالأنظمة الديمقراطية، حتى ما نقول هي أنظمة ديكتاتورية، هي على الأقل هي وصفت بأنها ليست أنظمة ديمقراطية. لذلك أنا أعتقد مهم أن يكون هنالك يعني قرارات سياسية متوافقة أو متفقة بين الدول العربية فيما قضايا مهمة مثل عملية إعادة سوريا إلى الحضن العربي أو إلى الجامعة العربية، تبتدئ من البرلمان من مؤتمر البرلمانات العربية وربما تطور إلى وزراء الخارجية ولم لا بالقمم العربية القادمة، وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية والأمور الأخرى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية في هذا الإطار. نعم. طيب. أيضا هنالك إشارة خلال هذا المؤتمر إلى ما حدث من تغيرات مناخية وقضية الزلازل التي ضربت المنطقة، هذه الزلازل المدمرة والتي أودت إلى خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، هذا الموضوع تتلمسه البرلمانات بأنه يجب أن يكون لديها وازعا بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات تلك الأزمات وآثارها، بما أن البرلمانات تمثل قواعد شعبية، وشفنا الجماهير دكتور ليس على مستوى البلد الواحد بل وحتى على البلدان الأشقاء كان هنالك حركا جماهيريا. نعم، ومثل ما يقولون ربما ضرت النافعة في هذا المجال، وهي مع ذلك هي إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الاستجابة أو القبول بقضاء الله وقدره في هذا المجال هو جانب إيماني واضح في هذا المجال، وبالتالي لكنه التداعيات الأخرى أو ما يترتب عليها هو اللي بالإمكان البناء عليه، حالة المواساة والتعاطف يعني دول هرعت بكل قواتها العفو قواها وإمكاناتها في هذا المجال، ومن العراق في عملية مساعدة السكان المنكوبين من سواء كان في سوريا أو في تركيا على حد سواء، في حين مع شديد الأسف أستاذ أحمد نقول هنا وبمرارة عالية أنه حتى في هذا الموضوع في موضوع المعاناة دخلت السياسة وألقت يعني أمورها السيئة في داخل هذا الموضوع الإنساني. تشوف الآن دول بدون أن نسميها تساعد سوريا مثلا في المناطق فقط اللي هي مناطق ما يسمى بين هلالين مناطق المعارضة، في حين تحجم عن مساعدة في حين انه هم نفس الابناء البلد الواحد سوريين في مناطق النظام السياسي او في مناطق ما يسمونها بالمناطق المعارضه. بالتالي انا اعتقد هو هذه الامور التي ينبغي مع يعني الخطب الكبير والمؤسسة الكبيره، مع ذلك تشوف السياسه لا زالت والسياسيون والدول الانظمه السياسيه لم تتعظ من هذا المجال، لا زالت تقيس الامور بمقياس السياسه، وبالتالي هذا أفقد الجانب الإنساني كثير من دوافعها الحقيقية فيها، علما أن العراق حقيقة يعني هرع بما يمتلكه من إمكانات للمساعدة ولفرق في هذا المجال في كل من سوريا وتركيا، وزع جهده في هذا المجال دون ما التمييز الحالة الإنسانية هي حالة واحدة. نعم. طيب. أيضا القضية الفلسطينية كان لها نصيب من هذا المؤتمر، و تمت الإشارة بأن هذه القضية هي قضية مبدئية وجوهرية، ومهما مر الوقت وتغيرت الظروف بالتالي راح تبقى هذه القضية هي من رؤية معينة تولد إيمان راسخ بأحقية الفلسطيني بإقامة دولتهم وعاصمة القدس الشريف. نعم. فعالية هذه المؤتمرات لما يكون هنالك تجديد على هذه القضية. نعم بالتأكيد، لذلك نقول بأن الحقيقة القضية الفلسطينية بها بعدين، بعد يعني سياسي يتعلق والبعد الأهم هو البعد العقائدي، اللي لذلك شعوب المنطقة الدول العربية الشعب العربي بكل بغض النظر عن مواقف أنظمة السياسية هي لديه تصور واضح في هذا المجال أنه الشعب الفلسطيني يواجه سياسات الغطرسة يعني القوة العسكرية
والإمعان في استخدام القوة الغاشمة من أجل إجباره على خيارات ليست يعني قابلة للتفاوض أو قابلة للتنازل في هذا المجال، وهم يعني يقاومون هذه السياسات بكل ما أوتوا من قوة بالرغم من فارق القوة والإمكانات بين الشعب العربي في الفلسطيني المسلم في سواء كان في قطاع غزة أو في مناطق 48 أو في شتى المناطق المحتلة من الأرض العربية في فلسطين في قبالة القوة العسكرية والإرادة فضلا عن الدعم الدولي لهذه القوة الغاشمة، لكنه تبقى خيار المقاومة وخيار الاستمرار والتمسك بالقضية الفلسطينية أعتقد هو الخيار الأمثل في هذا المجال. الدول العربية اليوم من خلال هذه المؤتمرات، من خلال المؤتمر البرلماني العرب، عملية دعمهم للقضية الفلسطينية وأن يكون بالمقررات الختامية إشارة واضحة بهذا المجال، أنا أعتقد هي دعم مهم للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الغاشم. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ثريث الحوار. مشاهدي الأحبة نتواصل وإياكم بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عادل الكعبي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، أهلا بك دكتور عادل ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم أستاذ هادي جل المرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، أهلا بك أستاذ هادي. أبدأ مع حضرتك دكتور رعد، نتحدث عن هيئة الإعلام والاتصالات لما وضعت لائحة قواعد البث الإعلامي، هذه اللائحة تضمنت معايير عامة للبرامج المرئية والمسموعة، بالتالي لما تأخذ الهيئة دورها وتستبق الأحداث ويعني تتابع كل ما سيعرض وليس ما عرض وتتخذ مواقف يعني قوية وصارمة تجاه هكذا أعمال درامية تثير الجدل ولربما تأخذ باب التحريض الطائفي، كيف تنظر إلى هذه الخطوات دكتور؟ بالبدء تحية لجنابك الكريم وضيفك العزيز، وهذه فرصة سعيدة أن ألتقي بي وبجنابك، وشكرا لقناتكم على هذه الاستضافة. الحقيقة يعني مما يشكل مشكلة في الوسط الإعلامي الطريقة التي يمكن أن يرى بها الإعلامي أو الجمهور كيف تعمل هيئة الاتصالات في ظل انفتاح إعلامي كبير جدا مثل هذا، على وفق يعني التقديرات قديمة ربما أصبحت اليوم للهيئة، لدينا 84 قناة فضائية مجازة، لدينا ما يقارب 160 إذاعة مسموعة وحوالي يعني 45 إذاعة مسموعة وما يقارب يعني 160 صحيفة سواء في بغداد أو في المحافظات، أغلبها غير منتظمة الصدور. لكن المشكلة التي تواجهنا جميعا، ما هو الدور الذي يمكن أن تؤدي الهيئة في هذا الوقت الحرج؟ وهل من الممكن أن تكون هذه الهيئة رقيب يمارس سلطة قمعية على وسائل الإعلام؟ أعتقد مثل هذا الشيء مرفوض حاليا، ولكن شيء جميل جدا أن تتابع الهيئة بعض الموضوعات التي ممكن أن تسبب حرج للجمهور أو ممكن أن تصطدم مع معتقدات الجمهور وآرائه وانطباعاته. الجمهور العراقي حساس جدا لكثير من التفاصيل، وكان يتخذ الجمهور هذا الجمهور إجراءات من قبيل الاحتجاجات والمظاهرات على باب بعض الفضائيات، وربما بعضها خرج عن السيطرة وطلع يعني أصبح خارج نطاق الممارسات المعقولة. أنا أتصور أن الهيئة يجب اليوم أن تجمع على يعني تبدأ مع وسائل الإعلام بطريقة جديدة جدا تناسب الوقت الحرج. ليس من المعيب أن ننشر بعض الأشياء التي تخالف انطباعات الجمهور، ولكن المعيب أن تكون هذه الأشياء مدعاة لإثارة الفتن في الجمهور في الوسط. نعم.
دكتور أستاذ هادي، يعني أرجو الترحاب بحضرتك ونتحدث عن السوق الرائج للدراما العربية المحلية أصبح في شهر رمضان. هسه بشكل أو بآخر لا نناقشها من ناحية دينية ولكن من ناحية إعلامية، هذا السباق في إنتاج ما يثير المشاهد ويولد له هذه الإشباعات، نتحدث عن دور الرصد وليس دور الرقابة، يعني وفرق بينهما الدكتور رعد، يعني ما يكون هنالك رصد وتقويم وتقييم أداء ومن ثم تقويمه، كيف ننظر إلى هذه المنظومة اللي تريد أن يكون هنالك إعلاما هادفا في العراق؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا للدكتور الكعبي وللجمهور الكريم. هنالك جدل في جملة مناسبات خلال الأيام الماضية تتعلق بنوع الدراما التي يراد لها أن تسوق في شهر رمضان المبارك، وبعضها دراما دينية تثير جدل بين الطوائف الإسلامية، خاصة أننا ما زلنا منذ قرون نحتكم إلى هذا الجدل وإلى هذا الخلاف، والذي أفاض علينا بالحروب والويلات والتهجير والقتل ومشاكل التطرف والمنظمات الدينية التي لعبت دورا في تخريب البنية الاجتماعية للدول الإسلامية والدول العربية وجملة دول الشرق الأوسط التي عانت خلال الفترة الماضية. قد يكون هنالك نوع من الاجتهاد في سوق الدراما بالنسبة للمخرجين لشركات الإنتاج، وربما تكون هنالك أهداف سياسية، وقد تكون هنالك محاولات لإثارة الرأي العام، أو ربما الدفع باتجاه نوع من الجدل الذي يتسع ويمتد ليثير حفيظة أناس عاديين ويدفع جهات رسمية ومؤسسات وجمعيات دينية لكي تدخل على الخط مباشر وحتى زعامات وتتحدث في هذا الأمر، وبالتالي يستتصاعد الجدل لسبب ما يحصل الآن ذلك. ولكن المشكلة أنه هذه المعايير قد تطبق في دولة بعينها، مثلا لو أراد العراق أن يمنع مثل هذه الدراما ويعتقد أنها تسيء إلى الذائقة المحلية وأنها قد تثير جدلا أو فتنة أو مشاكل اجتماعية وسياسية، مشاكل حتى في الأوساط الدينية ومواقع السوشيال ميديا، ولكن هذه المعايير يمكن أن تطبق في الداخل العراقي لأن سلطتنا على الداخل وليست على الخارج، ونحن نعاني من الداخل. حتى اللحظة لم نجد خطابا وطنيا في الإعلام، لم نجد نظاما سياسيا متوحدا أو متحدا، لم نجد رؤية سياسية، رؤية اقتصادية، رؤية اجتماعية واحدة يمكن أن تذهب بالعراق إلى الاستقرار وإلى التطلع لمستقبل مختلف. حتى اللحظة نحن لا نستطيع ذلك، فكيف يمكن أن نمنع الدراما العربية من أن تورد لنا، ونحن أيضا لا نتحكم بالتقنيات الخاصة بالأقمار الصناعية وشركات النقل والشركات المنتجة والشركات التي توفر المواد البث من مسافات بعيدة وهائلة وعبر الأقمار الصناعية، بل ونحن نحتكم حتى إلى تلك الشركات لكي نورد قنواتنا ونبث من خلال هذه الشركات التي يمكنها أن تعطل قنواتنا، وحدث ذلك خلال سنوات ماضية عندما قامت شركات بث تلفزيوني أو شركات أقمار صناعية بتعطيل بث قنوات عراقية. هذا الأمر في الواقع صعب للغاية، أنه بعض الدراما التي تأتي من الإمارات أو من السعودية أو من الأردن أو سوريا أو تأتي حتى من تركيا وتسوق من مصر، هذه يعني وكأنها تمتلك سلطة فوقية لا يستطيع أحد أن يلجمها أن يمنحها. وحضرتك عرفت خلال الأيام الماضية الجدل الذي أثير حول مسلسل معاوية الذي تزمع يعني MBC مجموعة MBC السعودية أن تبثه للمشاهدين في رمضان المبارك، وهو عمل كلف 100 مليون دولار، ولكنه الآن بعد هذا الجدل بدأ يحوز على مئات الملايين من الدولارات حتى قبل أن يبث في التلفزيون، وهنالك مليارات المشاهدات والمتابعات للبرومو الخاصة به وللجدل الدائر حول هذا المسلسل. ولكن هذا المسلسل يأتي من سلطة فوقية لا تستطيع أن تمنع، قد تمنع العمل من أن يبث في الداخل العراقي من قبل قنوات عراقية، ولكن هل يمكن لك أن تمنع MBC مثلا أن تبثه من الإمارات؟ هذا أمر صعب للغاية. لذلك نحن نضطر أحيانا لمواجهة تحديات لا نستطيع وقفها ولا نستطيع منعها ولا نستطيع منع تثيرها، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نفعل شيئا ما لكي نعيق أي تقدم للسلب ولل
المشاكل في البنية الأساسية للشعب العراقي وللمجتمع العراقي، هذا يصعب مهمة السلطات في العراق. حتى أشرت حضرتك الإعلام. نعم، إلى أنه صرف على هذا المسلسل 100 مليون دولار. دكتور رعد، لما تصرف هذه المبالغ هل هي اعتباطا، هل هي من باب أنه واردات تأتي أو تعوض هذه المبالغ من شباك السينما، أم أن هنالك بعض الأفكار التي يراد أن تستثمر أو يستغل من خلالها الشباب الذي لم تتكون شخصيته بعد؟ هنالك استهدافات يعني للمجتمع، استهدافات للشباب، بالتالي صناعة هذا هكذا محتوى إلى ماذا يرمي صانعها؟ يعني دعنا نتفق على قضيتين مهمات. القضية الأولى أنه الدراما هي الأقرب إلى الجمهور من باقي المضامين التي تقدمها الفضائيات أو حتى باقي وسائل الإعلام. يعني على وفق الدراسات الأكاديمية، الجمهور عندما يشاهد الدراما بكثافة يبدأ ينسلخ عن الواقع الحقيقي ويعتقد أن الواقع الموجود في الدراما هو الواقع الحقيقي، وبالتالي يبدأ بالابتعاد عن المجتمع. هذا أول شيء. الشيء الثاني جدا مهم، ليس من مهمة الفضائيات أو حتى وسائل الإعلام أن تنقل لك التاريخ. الآن ما يحصل على أرض الواقع أن الخلافات اللي موجودة في الكتب انتقلت الآن إلى بيوت الناس عن طريق الدراما. هنالك التاريخ وتفسير التاريخ. المشكلة الكبيرة، التاريخ عليه اتفاق إلى حد ما، لكن تفسير التاريخ ليس عليه اتفاق. المصادر التي تعتمد في الغالب من هكذا مسلسلات هي مصادر أحادية الجانب. يعني عندنا احنا مصادر الشيعة ومصادر السنة ومصادر الخوارج ومصادر الوهابية. الوهابية لا يعترفون بباقي المصادر ويكفرون الجميع ويعتقدون أنه المصادر المستندة على ابن الكلبي وعلى ابن مخنف وغيره، وكل هاي مصادر كاذبة وغير حقيقية، وبالتالي هم يعتمدون يعني النص أما يأتي عن طريق ابن تيمية وغيره أو لا يعتمدونه أساسا، أو أحمد بن حنبل أو لا يعتمدونه. المشكلة الكبيرة جدا الآن إذا كانت هذه الدراما، الحد الآن إحنا لم نشاهد شيء من هذه الدراما حتى نحكم عليها مسبقا، إذا كانت هذه الدراما متخذة مصادر يعني غير محايدة، مصادر منحازة للفكر الوهابي، بالتأكيد أما ستبرر أخطاء معاوية الكثيرة أو أما يعني ستقوم على نشر صورة ليست حقيقية عن معاوية وتظل للتاريخ. طبعا هذا ليس أول مسلسل عن معاوية، سبق وأن أقامت الشركة أيضا، إحدى الشركات قامت أنتجت مسلسل اسمه معاوية والحسن والحسين، وأيضا بررت الكثير من أخطاء معاوية وبررت الكثير من التصرفات بعض الصحابة. عندما هذا المسلسل لم يلاقي ذاك الرواج بدأت الآن في يعني مسلسل جديد. الهدف من هذه إيصال رسالة يعني تصحيح صورة معاوية عنده على اعتباره هو يعني مرجع السلفية، تصحيح صورته عند المجتمع العربي والإسلامي الذي يجمع على أن الرجل على قضيتين. القضية الأولى هو من الطلقاء يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة، والقضية الثانية أنه هو كان غلطان في أو أخطأ في قضية محاربة الإمام علي. هم يحاولون أن يصححون هذه القضيتين. الهدف من هذا ما هو؟ هو محاولة يعني تلميع صور بعض يعني المراجع الذي يعتمدون عليهم الوهابية حاليا في مذهبهم. وهذا الصرف الكبير جدا يعني يوازي حملة الآن موجودة في على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد حتى الانتقادات للمسلسل هي فادت المسلسل أكثر مما ضرته، لأن يعني لفتت الانتباه إليه. أعتقد أنه الرسالة التي يراد لها أن تصل إلى الجمهور أن التاريخ الحقيقي الذي يتداولونه أغلب المسلمين الشيعة والسنة، هذا التاريخ هو غير صحيح فيما يخص قضية معاوية، ولكن هذا التصحيح من هذا التاريخ يعني سيكون عليه رد فعل آخر، ربما إنتاج برامج أو مسلسلات درامية بنفس الوقت يعني تطعن بشخصية معاوية، أو يعني تفتح الباب إلى جدل جديد جدا بين المؤسسات الدينية سيكون محوره وسائل الإعلام حول هذه القضية. طيب، لما تتدخل وسائل الإعلام في هذا التاريخ الديني والعقائدي أستاذ هادي، نلاحظ أنه سابقا على لو أخذنا على سبيل المثال فيلم الرسالة، حتى في المقدمة يكتب أنه تم طرح هذا السيناريو وهذا هذا الفيلم قبل أن يصور على الأزهر الشريف، طرح على
المجمع الشيعي في لبنان وغيره من العلماء اللي طلعوا عليه، بالتالي يكون هنالك إجماع كبير ويكون سر نجاح هكذا عمل. اليوم لما يكون وصف الدكتور عادل كعبي بالطريق الأحادي لجانب واتجاه واحد، هذا الموضوع هل سيؤدي إلى مقبولية ذائقة معينة ورفض ذائقة جمهور آخر، أم أن هذا الجمهور سينصاع ويذعن؟ في هذه المرحلة الأمور تغيرت كثيرا عن واقع الإعلام عندما أنتج فيلم الرسالة، ولم تكن هنالك في الواقع قدرات إعلامية كبيرة لدول أو مؤسسات تنهج نهجا دينيا متشددا. كانت السينما المصرية وكان هنالك نوع من الاعتدال يسود العالم الإسلامي، لكن الآن الأمر مختلف. هنالك قدرة لجهات سياسية ولحكومات ولمؤسسات دينية متشددة أن تمتلك وسائل الإعلام وأن تفرض شروطها وطبيعة الأداء الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة، وبالتالي تنتج ما تريده الجهة التي تمول تلك المؤسسة. يعني الآن أغلب القنوات الفضائية، لم يكن كل القنوات الفضائية وكل الإعلام في العالم، هو مملوك لجهات، وبالتالي هو هذه الجهات هي التي تحدد المسار الذي يخططه هذا الإعلام وتلك الفضائيات وطبيعة الإنتاج، إنتاج المسلسلات الدرامية وإنتاج البرامج الوثائقية وإنتاج البرامج الفكرية والعقائدية وكذلك الأفلام والتي تعتمد رؤية دينية معينة ومحددة. ومن الصعب جدا بالتالي لملمة كل ذلك وتحجيم ذلك، لأن الأمر لم يعد مقتصرا على أداة إعلامية واحدة أو مؤسسة واحدة يمكن التفاهم معها. الآن هنالك تشظي وتشرذم لوسائل الإعلام ولجماعات الداعمة لوسائل الإعلام وللدول الداعمة لوسائل الإعلام، وهنالك تقاطعات عديدة بينها، وهنالك مشاكل حتى في البنية الواحدة في المجتمعات الإسلامية، أن التطرف قد يكون حاضرا لدى طائفة والاعتدال أيضا حاضر داخل هذه الطائفة، و هذه الطائفة تتشظى، وهذا يحصل الآن في الطوائف الإسلامية أنها تتشظى على لزعامات وأفكار وإيديولوجيات تختلف مع بعضها، حتى وصلنا إلى مرحلة أننا نشهد أن هنالك خلاف كبير مثلا بين المسلمين داخل الطائفة الواحدة، هنالك من يذهب باتجاه الشرق والآخر يذهب باتجاه الغرب في فكره ولا يلتقيان، وهما يدعيان أنهما ينتميان لطائفة واحدة، وهذا الأمر ينسحب على كل الطوائف الإسلامية والأفكار والجهات التي تروج لفكرة الدين ولفكرة الأعمال السينمائية والدرامية التي يمكن أن تسوق لشخصية معينة، كما حصل مع معاوية الذي هو مثار جدل بين المسلمين، وهو رجل دخل في مشاكل عديدة مع الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، وكانت له مشاكل مع الصحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومشاكل داخل بنية المجتمع الإسلامي في حينه، وهو الذي أرغم كثيرين على مبايعة يزيد، بل أنه أرغم عمرو بن العاص الذي هو أحد أذرعه المهمة، أرغمه على أن يبايع يزيد بالرغم من أن عمرو بن العاص لم يكن يرغب بولاية يزيد وببيعة يزيد. وروية حكايات كثيرة عن الكيفية التي أرغم فيها معاوية عمرو بن العاص على أن يبايع يزيد. إذن هذا المسلسل هو قد يكون محاولة لدى جهات في أن تسوق بعض الأسماء التي هي مثار جدل، وكان بالإمكان أن تسوق أسماء أقل جدلية وأقل إثارة للنوازع المشاعر لدى الطوائف الإسلامية المختلفة، خاصة وأنه شخصيات مثل يزيد ومعاوية لها ما لها وعليها ما عليها كما يقال، ولكن فعلت ما فعلت في تاريخ الإسلام أكثر من غيرها. يعني أنه معاوية بن أبي سفيان قاتل عليا عليه السلام، ويزيد قتل الحسين عليه السلام، ومعاوية أيضا قتل الحسن عليه السلام بدس السم له، وهذا الأمر في الواقع يؤشر حال في نوع من القلق على الفكر الإسلامي والتوجه الإسلامي، خاصة وأننا جميعا نعلم أن يزيد هو الذي قتل الحسين. إذن هي القضية ليست قضية تهمة موجهة ليزيد، يعني أشار الدكتور الكعبي يقول بأن ما في كتب أصبح إلى الأوائل في هذه الشاشة. هذا الموضوع مهم جدا دكتور رعد، نتحدث عن التجهيل الجمعي إن صح التعبير، نتحدث يعني عن الغزو الثقافي والفكري الذي بدأ
يتخذ قوالب إعلامية جديدة، بالتالي هنالك من يتحسس هذه المؤامرات، ولكن ما السبل الواجب اتخاذها إذا هكذا حالات حتى يتم تشخيصها منذ البداية والقضاء عليها؟ يعني ينبغي الآن أن يكون هنالك حملة باتجاه يعني إيضاح التاريخ الحقيقي. أنا ما أعرف مسلسل معاوية كيف سيتعامل مع قضية مقتل عثمان مثلا، أو ما قضية خروج معركة صفين. طبعا بالمناسبة المملكة العربية السعودية تحاول بطريقة أو بأخرى أن تسيطر على الدراما التاريخية، لأن تدرك أنه لقطة واحدة ربما تغنيك عن قراءة الكثير من الكتب. كانت هنالك تجربة سابقة في فيلم الرسالة، فيلم الرسالة اللي انتج عام 76 واللي مولته مول أمير الكويت طبعا باسم شركة وهمية، وصورت مشاهده الأولى أو اللقطات الأولى في المغرب العربي للعقاد الله يرحمه اللي هو سوري الأصل لكن ذات جنسية أمريكية. المملكة العربية السعودية استغلت أن هنالك قمة عربية ستعقد في المغرب، والملك السعودي اشترط إيقاف تصوير الفيلم حتى يحضر القمة، وبالتالي استجابت المغرب العربي لضغوطات الملك وأجل التصوير، وطالبت العقاد بأن يأخذ معداته، وفعلا خرج واتفق مع القذاف وصورة باقي المشاهد في ليبيا. المملكة العربية السعودية أدركت الآن أن الدراما التاريخية ممكن أن تلعب دور كبير جدا في توجيه الرأي العام باتجاهات مختلفة، ولذلك في هذا المسلسل معاوية لن يكون آخر مسلسل، ربما ستكون لدينا مسلسلات عن يزيد وعن عبد الملك وغيره الكثير من الشسمه. هي ورطت عدد من القنوات الفضاء التلفزيونية في وقت سابق بإنتاج مسلسلات عن هشام بن عبد الملك، عن عمر بن عبد العزيز، مع احترام البالغ لعمر بن عبد العزيز. المشكلة الكبيرة وين؟ المشكلة الكبيرة الآن المملكة العربية السعودية تحاول أن تنقل الصراع من المساجد والكتب إلى الفضائيات. نقل مثل هذا الصراع سيسبب إرباك لدى الرأي العام الإسلامي. الكثير من الكثير غالبية المسلمين الآن لديهم تصور عن معاوية، لما يبدأ يعرض المسلسل ويبرر له أخطاءه ربما سيتغير الكثير من التصور عن معاوية. مثل هذا التغيير بالتصورات سيخلخل عقائد موجودة لدى الأغلب من المسلمين. ما هو الدور المناط والمطلوب الآن؟ أكو محاولات الآن تجري لإعداد مسلسلات بالضد من هذا المسلسل. أعتقد هذه غير مجدية، لأن أنت الذين يشاهدون هذا المسلسل هم أما متعاطفين مع معاوية أو يكرهون معاوية على الحياد. أنت عندما تنتج، عندما يشاهد المشاهد بعض القضايا التاريخية مفسرة على وفق هوى الوهابية، سيكون لن يكون لديك متسع من الوقت للرد عليها بطريقة الدراما. يعني من يشاهد المسلسل أولا ربما لن يشاهد الرد. المطلوب الآن حملة إعلامية تثقيفية لنشر التاريخ الحقيقي. أنا أقصد بالتاريخ الحقيقي التاريخ المتفق عليه، ليس التاريخ الذي يعني عند طرف وما موجود عند الطرف الآخر. فيما يخص شخصية معاوية، مهما لمعت هذه الشخصية هي تبقى شخصية مجتمعية، هي شخصية يعني من العالم الإسلامي، شخصية دينية. الانطباع اللي موجود عنها أنه هو من الطلقاء وأنه هو قاتل لباب علي، يعني كان رأس الفئة الباغية. لكن أنت أنا اللي أتوقع يعني المحتمل أنه البرنامج أو المسلسل سيحاول أن يبرر ذن القضيتين، قضية أنه هو مو من الطلقاء، والقضية الثانية أنه هو يعني لماذا أخذ موقف في، طبعا هنالك إدانات تاريخية حتى قضية مقتل عثمان. البعض يعني من المؤرخين، وهذا مو مؤرخين شيعة حتى يقولون طائفية، يعتقدون أنه الذي أراد لعثمان أن يقتل هو معاوية حتى يتفرد بالحكم لاحقا. والكثير من السمات التي تلصق بمعاوية أنه كان ذميم المنظر، واليوم نشوف أنه شخصية مختارة بشكل بعناية، راح نشوف شلون يطلع، وأيضا كاتب الوحي وغيرها من هذه الصفات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل كعبي، أستاذ الإعلام في جامعة بغداد أثرية الحوار، والشكر الجزيل لحضرتك أستاذ هادي جل مرعي، رئيس مركز الحريات الصحفية. حياك الله ضيف الكريم، وحيا الله الدكتور الكعبي. شكرا جزيلا لمشاهدتكم مشاهدي الأحبة ومتابعتكم لهذه الحلقة. نلتقيكم في الغد بأمره تعالى، في أمان الله.